في المقدمة أشير إلى مطلب، وهو أنه بعض الإخوة من هنا وهناك يقولون أنه سيدنا في أواخر بحث النهاية هناك تشكيك في كثير من المباني الفلسفية، فهل أنه في الواقع أنكم تشككون في المباني الفلسفية، أو أن هذا إنما هو حث للتعميق وللوصول إلى حقيقة المطلب؟ في مقام الجواب بنحو الإجمال أقول، وإن شاء الله لعلنا إذا وفقنا وانتهينا من كتاب النهاية سأتكلم بأنه أنا ماذا أريد أن أقول وكلمات الحكماء ماذا تقول، ولكنه بنحو الإجمال أقول بأنه لا يوجد هناك تشكيك في المباني الفلسفية، وإنما هذه النتائج التي انتهينا إليها في الحكمة المتعالية تامة وصحيحة في العام الأغلب، ولكنه رؤيتي في هذه النتائج تختلف عن الرؤية التي توجد في الفلسفة، ولكن النتائج هي لا تتغير كما سنشير إليها في محلها. يعني أنا أنكر قاعدة الواحد ولكن أؤمن بقاعدة الواحد بنحو آخر، لكن أؤمن بأنه أول ما صدر منه شيء واحد ولم يصدر منه شيئان في عرض واحد، ولكنه هل يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد أو لا يمكن؟ أنا معتقد بأنه يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد في عرض واحد، ولكنه لم يصدر لأنه لا يسانخه، لم يصدر لأنه ليس هو النظام الأصلح. إذن أنا أعتقد بأن الواحد أيضا لا يصدر، لم يصدر منه إلا واحد، ولكن أولئك يقولون ممتنع أن يصدر منه أكثر من واحد، ولكن أنا أقول بأنه يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد. ولكن ما هو الواقع؟ ما الذي تحقق؟ تحقق أكثر من واحد أم الواحد؟ أنا معتقد بأنه أيضا تحقق الواحد. إذن الرؤية تختلف، الطريقة تختلف، لا أن النتائج مختلفة. فلا يتبادر إلى ذهن البعض بأننا نحن نشكك في المباني أو في مباني الحكمة المتعالية. نرجع